فضل عرفي نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم، رنا حسين رمضان. استاذه رنا، نعم. النهارده جاي ليه؟ النهارده عايزه ايه؟ انا جاي النهارده علشان خاطر ايه الموقف المجلس العسكري في اللي حصل دلوقتي على الحدود. اللي حصل دلوقتي ده كان بيحصل في عهد مبارك. احنا دلوقتي مش في عهد مبارك، واحنا احنا ما نقبلش بالكلام ده. هو دلوقتي بيطالبوا باعتذار رسمي. اعتذار ايه ده؟ اعتذار رسمي ده يرجع لنا الشهداء اللي ماتت دي ازاي؟ المطلوب بقى ايه؟ المطلوب صاحب السفير بتاعنا المصري من هناك، ماشي، وقطع علاقتنا خالص مع اسرائيل. بس هو ده المطلوب. اتفاقيات بيننا وبينهم. وقطع المعاهده بتاعتنا اللي هي معاهده ديفيد. كامب ديفيد. يعني ناس في العلاقات تماما مع اسرائيل. مع اسرائيل. واحنا لن نتهاون في دم الشهداء اللي ماتت. مصري المصري، كرامه المصري عمرها ما هتتهان تاني. الكلام ده كان في عصر مبارك، ومبارك خلاص ماشي. احنا دلوقتي في عصر جديد. هو لسه موجود؟ لا، مبارك خلاص انتهى، عصره انتهى. موجود في السجن خلاص، عصره انتهى. احنا دلوقتي خلاص، احنا دلوقتي كرامتنا فوق الجميع. تمام. واحنا مش هنقبل باي حاجه زي كده ابدا تاني. طب التصعيد هيتم اعتصام ولا احتجاج ولا مليونيه ولا ايه؟ لا، اعتصام باذن الله. اعتصام. وعلى فكره الشعب المصري شعبه محترم، شعبه عمره ما يقبل بحاجه زي كده، عمره ما هيسيب حقه تاني. خلاص بقى لنا 30 سنه كنا ساكتين، دلوقتي عمرنا ما هنسيب حاجه. واحنا مش هنسيب اخواتنا الضباط اللي هناك دول، اللي هم اللي ماتوا دول واللي حصلوا كده، عمرهم ما هنسيبهم تاني. خلاص نقف جنبهم.